كان عندنا نمبر 8 بيج 28. هذا سؤال هلا في تو بارتس. اول بارت في عندنا فانكشن سميناها اتش اوف اكس هي لان سكوير اكس بلس 2 لان اكس. بس نقول لان سكوير اكس يعني المقصود فيها لان اكس اول سكوير هذا هو اوكي، مش لان اكس سكوير تفرق. اوكي هذا كان لان سكوير اكس بلس 2 لان اكس. طبعا هلا طبعا هون الاكس تكون ستريكتلي بوزيتيف. اول بارت كانت solve h of x equal to 0. هذه اخذناها بنفس الصورة. ناخذ equation n square x plus 2 n x equal to 0. هون او فيك تعتبرها equation of second degree at 10 x. هذه مرة اتصل. يعني عادي تدخل تدخل المعلومات اللي هي 1 2 بعدين 0 بيطلع عندك 2 روتس على الكالكوليتر. بس على الكالكوليتر بتعطيكم x1 x2. احنا اتفقنا بالصف نحجز قبل محل نكتب لن x1 equal لن x2 يطلع 1 0 1 minus 2. كيف بطلع من لن؟ حط e to the power. اذا لن x1 equal to 0 يعني x1 equal انا حطها بسرعه هي 1 او فيك تحطها e to the power 0 اللي هي equal to 1 and the second root لن x2 equal minus 2 x2 equal e to the power. هول يهم الدروس واضحين؟ هلا في طريقة ثانية هون كان فيكم تستغلوها انه ما في عندي كونستانت بهذه الكونديشن. كان فيني ما اروح على الكالكوليتر واعمل الايكويشن اوف سكند ديجري اكشن اكس، كان فيني هون دغري اخذ لن اكس هي طريقة ثانية في البعض بيستغلوها هي. ناخذ لن اكس كومن فاكتور بصير هون لن اكس بلس 2. اوكي؟ لأنه ما عندي كونستانت هيدا صار ايكوال تو زيرو، فصار عندي product of two factors equal to zero. يعني بيعطيني اول factor هو هيدا ln x equal to zero او ln x plus 2 equal to zero. يعني بصير ln x equal minus 2. ماشي؟ هي زي نفس الشيء. المهم انه اعرف اطلع منه. لكن the roots of the equation h of x equal to zero are 1 and e to the power minus 2. طبعا e to the power minus 2 هي less than 1. Any part can deduce the sign of h of x. انا هدفي هلا بالبارت بي هلا بتعرف ليه عم بعمل القصه. لانه هلا بالبارت بي الفانكشن اللي بدي اعمل ستدي راح احتاجها. هدفي اعرف الساين تبع اتش اوف اكس. بس يقول لكم ساين اوف اتش اوف اكس يعني بدكم تفرجوني وين هي ايكوال تو زيرو اللي اوريدي هلا عملناها، وين هي بوزيتيف وين هي نيجاتيف. هون اهين لي اعمل تيبل اوف ساين بسرعه بكل بساطه هيك يعني بختصر القصه. الدومين اللي عندنا هي هون الاكس بوزيتيف يعني من 0 ل بلس حط هون x 0 plus infinity. حط التو روتس اللي طلعوا معي اللي هن e to the power minus 2 1 بسحبوا على h of x. وهون بدي احط بس الساين ل h of x. هون فينا نعتبرها هيدي مثل بولينوميال مثل اللي كنا نشتغله هذيك السنه بنطلع لل a برا. هون ال a مثلا هي 1 واضح؟ فبصير same different sign same فبصير plus minus plus. او اذا بدك فيك تجرب value between 0 and e to the power minus 2 between e to the power minus 2 and 1 etc. بيطلع عندك plus minus plus. يعني شو طلع عندك بالنتيجه اخر شيء؟ هلا في اساتذه بيكتبون بيطلعوا التلاميذ يكتبوا التفاصيل. هلا انا ما كتبته لانه عامل تيبل يعني بس الفكره لتفهم يعني هون انت طلع معك اخر شيء h of x positive اذا حابين نكتبها if x belongs to which interval وين طلعت ال h of x positive؟ حصل تيبل هون وهون يعني وين لوين؟ from 0 to the power minus 2 طلعت في عندي union 1 plus هون طلعت ال h of x positive. هولي راح تحتاجون هلا بالدرجة التحت وال h of x negative طلعت معي وين؟ بالانترفال الصانع e to the power minus 2 1. احنا بنعتبر اذا انت عامل تيبل ما في داعي تعمل اوتو تفصيل حط تيبل مبين. اوكي طبعا equal to 0 راح ارجع كتبها كتبها فوق يعني at x equal 1 and at x equal minus 2. هيك عرفنا الساين لل h. احنا بعد ما بلشنا الصبي هلا راح نبلش الصبي. طيب اللي شو العلاقه؟ له علاقه هولي القصص في كثير منهم هالسنه.
يعني بيعطيك تو بارتس، وعادة بنستفيد من الديريفاتيف، من الساين للديريفاتيف للبارت اللي بنكون اشتغلناها. هلا نشوف. طيب لهون عندنا شي كويستشن فينا نقرا بارت بي؟ Yes. اذا حدا عنده تصوير. هنزل بارت بي اللي هي الفانكشن اللي بدنا نستخدمها. لكن هلا عندنا الفانكشن الاساسيه، انا انتبهوا لانه في كثير منكم قلتوا بالليمتس بالزيرو، انتبه شوي فيها شويه شغل هذا. عندنا الاف اوف اكس ايكوال اكس تايمز لان سكوير اكس، هيدي لكان هي الفانكشن يلي بدنا نرسم لها الكيرف تبعها. ليه؟ كيف عرفت انا؟ لانه هو دغري عرف الكيرف، يعني هون لما اعطاكم الاف اوف اكس ديفايند اون ذيس انترفال دغري قال لكم ليت سي بي ذا كيرف اوف ذيس فانكشن. اوكي؟ واضحة؟ وهون بظن اعطاكم يونت 2 سنتيمتر، صح؟ اعطاكم يونت 2 سنتيمتر صح. اوكي على الافرج كرمال السكيل تحت لانه في انواع كثير صغيره. طيب هلا اخي هيدا هو الفانكشن عم بيشتغل. طبعا اول بار طالب منا نجيب الليمتس على البلس انفينيتي وعلى الزيرو. الليمت على البلس انفينيتي اول شيء اللي سهل كثير ما فيها الكتاب تكون، مجرد ما تعوضوا محل اكس بلس انفينيتي راح تطلع عندكم بلس انفينيتي انتو لان سكوير بلس انفينيتي اللي هي دغري فينا نحطها بلس انفينيتي انطلاقا من انه لان بلس انفينيتي تانس تو بلس انفينيتي. اوكي؟ البرودكت اوف تو انفينيتي بضل لكن الليمت على انفينيتي هي انفينيتي. اذا في اوبليك اسمتوت هو راح يسالكم عنه، اذا ما سالكم عن اوبليك اسمتوت معناتها هون في عندي يا دايركشن بارلل على الواي يا دايركشن بارلل على الاكس. كال اس فيك تجرب فاليو، كجي اس مجبور تجيب الليمت للاف اوف اكس وماينس. جي اس هلا بثاني ساعه راح نحكي عن الموضوع. اوكي رح نخلص الابلكيشن تبع الانتجريشن لانه ما عندنا كثير وقت، وبالوقت الباقي رح نحكي بيه التفاصيل تبع كيف بنجيب كيف بنكتب التفاصيل تبع الدايركشن اسم. اوكي بدك مره يقرا الان بسرعه بس كرمال تكون واضحه تمرين. هيدا لكان الليمت على الفاسد. الليمت على الزيرو مش مشاكل ناخذ شويه وقت. اول شيء هون اذا عوضنا رح تطلع زيرو تايمز تان سكوير. لان زيرو لحالها عشان تفهم السوليوشن هي ماينس انفينيتي. اوكي؟ سكوير شو راح تصير؟ بس فصار عندي هون 0 تايمز انفينيتي اللي هي انديترمنت فورم. واضح؟ في طلاب شو عنده؟ في كذا حدا شفته شو عنده؟ دغري مذكر انه في عنده رول للاكس لان اكس. يعني اجى هي قسمها اكس لان اكس تايمز اكس. عارف ما في مشكلة. فهون صح. اجى اعتبر الليمت للاكس لان اكس على الزيرو هي زيرو. عفوا هي مش لان اكس، هي لان اكس. اوكي؟ هي كمان صح. بس هون نفس القضيه، رجعت انت لان زيرو قد ايه؟ لان زيرو هي قد ايه مره ثانيه؟ هي ماينس. يعني رجعنا لوين هون؟ لزيرو تايمز انفينيتي نفس الشيء. فما راح تنحل معها في اكثر. واضح؟ فكرت صح انت انك بدك تستخدم الرول بس ما راح تزبط معك لانك رجعت على الديتيرمنت فورم. هون الطريقه لما بتوصل لزيرو تايمز انفينيتي ما عندك حل هيك سريع، ما عندك طريقه غير انك تنزل وحده منهم لتحت كانفرس ليصير الديتيرمنت فورم ثاني فيك تطبق له اللوك تابلو. اوكي فشوف شو صار. بس يكون في عندكم بولينوميال ضرب لام، دائما اللام بتحافظوا عليها فوق بتضلها هي ذاتها. هلا عم برجع بحل اللام. اوكي الاكس هيدي نزلتها لتحت صارت 1 اوفر اكس. بتفهموا علي هون؟ اوكي؟ هيدا الاكس هون بس اضرب باكس يعني انا كاني عم بقسم ب 1 اوفر اكس. هلا اذا رجعت وعوضته لك شو راح يصير؟ لان سكوير 0 هي بلس انفينيتي تحت صارت 1 اوفر 0 اللي هي طبعا 0 بلس بتشتغل مثل الحين افتر 0. 1 اوفر 0 بلس هي كمان شو؟ بلس انفينيتي. ضلت الانديتيرمنت فورم بس على قليل هيدا الانديتيرمنت فورم بيخليني اطبق مين هلا؟ طبق وقت يا صبايا يا شباب. فهلا رحت على الصف عم طبق اللوبيك هي الليمت للديريفاتيف على الديريفاتيف. هون انتبهوا لشغله الديريفاتيف للن سكوير اكس هيدي شكلها يو سكوير. انا اعطيتكم اياها قاعده اصلا قلت لكم كثير كنتوا معكم
سكوير للان اكس الديريفيتيف الاله هتيجي دغري تحطها شو؟ 2 لان اكس اوفر اكس. وفيك تطبق القاعده الديريفيتيف لليو سكوير اللي هي 2 يو تايمز يو برايم. اوكي؟ فينا نعمل. فهي 2 ضرب يو يعني تايمز لان اكس تايمز يو برايم اند تايمز اوفر اكس. فبتطلع دغري 2 لان اكس اوفر اكس. وتحت كمان هيدي مرقت معنا بالصرف مرتين. قلت لكم فيكم تحفظوها كقاعده عشان ما تطبق يو اوفر بي. ال1 اوفر اكس يعني الانفرس صفتكم 1 الديريفيتيف بتاعتها دغري فينا اعتبرها ماينس 1 اوفر اكس سكوير. اوكي؟ فصار عندي ليميت لهذا الفراكشن على الفراكشن. هون فينا نعمل سمبليفاي للاكس. هيكو بس يكون عندكم هيك a اوفر b اوكي اوفر c هيك شكلها اوفر b سكوير. منيح؟ مش عندي هالشكل هون. يعني هون الفراكشن الاولى الديرميتر تبعها اكس، الفراكشن الثاني الديرميتر تبعها شو؟ اكس سكوير. اذا بدك تسهيل الشغل هيدا البي اللي هون بيروح وهيدا البي اللي هون بيقل منه بيروح. هيك بتسهل اكثر شيء. فهون صارت كانها فوق a اوفر 1. فصارت هلا اذا ضربت بعيد مع البعيد a تايمز b اوفر c. فهمتوا كيف؟ فدغري شو حطيته هون طلعوا. اه لك انا ضربتها انا اوكي فشلتكم فيه. هلا هي طريقه حلوه بس انه اذا بدكم هون ليش عملت هون؟ تركتها مثل ما هي ورجعت عملت سمبليفاي خلص مش بحاجه الطريقه. يعني ضربت بعيد مع البعيد تو لان اكس ضرب اكس سكوير هي بتطلع 2 اكس سكوير لان اكس وهون ضربت الاكس بماينس 1 طلعت معنا ورجعت عملت سمبليفاي راحت هي الاكس مع هي الاكس مش الحل. طلعت شو صار؟ الماينس طلعها لفوق فصارت ماينس 2 اكس لان اكس. هيدي هلا عندها رول ولا لا؟ ليميت للاكس لان اكس از اكس تنس تو زيرو هي شو؟ هي زيرو از اي. شفتوا شو عملت القاعده هون طلعتوها؟ رجع تبينت هذا لانه راحت لان سكوير اكس. اوكي؟ فصارت ماينس 2 انتو زيرو اللي هي شو؟ فهمتوا هذا الليمت؟ في انواع yes. فانكشن فيهم ليمت صعبين يعني مش دائما بيكونوا سهلين الليمت. هون برايكم شو المستنتج؟ هي مرقت معنا كمان بنمبر 6 3 بس تكون الليمت على زيرو ايكوال تو زيرو يعني هون ليمت برافو. هون هلا الكيرف لكان منطلق من ليمت بوينت اللي بسقري كمان للمره الثانيه هو زيرو زيرو بس مش ضروري دائما هيك. اوكي ممكن شي مره تطلع الليمت على زيرو 1 تطلع بوينت زيرو 1 اوكي بس السقري هون طلعت زيرو يعني الكيرف كمان منطلق من هيك مش الحال؟ بدي انتقل للبار بي بس بدكم تعطوني هيك نص زيها الكهرباء قطعت فبدي اعمل شكل اقل من نص زيها بشي رجعنا في الوقت بصور بكون صور خلينا ننزل للبار بي اللي هي الاهم هلا شوفوا هون هلا كيف عمل كيف رجعك للبار بي فوق هو سالنا اصلا البار بي سألنا show that f prime of x equal h of x. h of x اللي كانت فوق. اوكي؟ okay. اللي هي حنذكركم هي شو كانت؟ عملنا لها study of sign. كانت لان سكوير x بلس 2 لان x. نبرهن هلا الفانكشن هاي الديريفيتيف بتاعتها equal to this. طيب هون شو هي f of x؟ هي x times لان سكوير x.
هي شو شكلها بالاساس؟ يو تايمز في، انا عم بحكي عن فانكشن اف ماشي؟ طيب شو هو الديريفيتيف لليو تايمز في؟ يو برايم في بلس في برايم في. يلا يو برايم سهله، شو الديريفيتيف للاكس هون؟ هي 1 تايمز في، برجع بكتبها للفي مثل ما هي لان سكوير اكس بلس في برايم كمان للمره الثانيه عم تمرق معي بتكون كثير تمرق. الديريفيتيف هلا للان سكوير اكس خلص دغري فينا نحطها 2 لان اكس اوفر اكس تايمز يو اللي هي الاكس. هون هلا فيني استخدم سمبليفاي، فيني اعمل سمبليفاي للاكس تطلع لحالها لان سكوير اكس بلس 2 لان اكس اللي هي اتش. اوكي؟ منا صعبة ابدا، بس مطلوب منك تعرف شغلتين هون، انه تشوف شكل الفانكشن يو تايمز في، طبعا بتكون حافظ القاعدة اللي هي يو تايمز في، وتكون بتعرف انه الديريفيتيف للان سكوير اكس هي 2 لان اكس اوفر اكس، انطلاقا من انه الديريفيتيف لليو سكوير هي 2 يو يو تايمز. اوكي؟ لاحقين علي؟ استاذ ثاني بارت هلا طبعا بعد ما نجيب الاف برايم بدنا نعمل سولف ايكوال تو زيرو ونعمل الساين، هول على فكره عاملينهم احنا فوق كلهم لانه الساين للاف برايم هون هو ذاته الساين لمين؟ للاتش اوف اكس صح؟ مش الاف برايم ايكوال تو اتش، نحن فوق مش عملنا الساين للاتش اوف اكس، فبتاخذ نفس يعني مطرح ما بتسفر الاتش اوف اكس بتسفر الاف برايم، مطرح ما الاتش اوف اكس بوزيتيف الاف برايم بوزيتيف. فهون دغري هلا انا كتبتهم بس كان فيك دغري تروح للتيبل هون فرجيتك اياهم انه الاتش اوف اكس ايكوال تو زيرو، حطيت دغري الروتس اللي عملناهم فوق كتبتهم هون يوزنج بارت اي 1 لما عملنا سول اوف اكس ايكوال تو زيرو طلعت وحده 1 ووحده اي تو ذا باور ماينس 2. هلا هيدي على على الجراف حتكون 0.3، هيدي لانها كثير صغيره كرمال هيك كبرنا سكيل، فهمت كيف؟ يعني اخذنا 2 سنتيمتر كرمال تبين تقريبا على الربع فقط، يعني هيك احنا صارت مالتيبلاي باي 2. طيب هون بدنا نجيب يعني هون طلع لنا 2 اكسترا، شوفوا هيدي حاله نادره، هيدي قليل ما تمرق هالسنه. اوكي؟ يعني عاده الدريفت بتسفر عاده على فاليو واحد او بتكون دائما انكريزنج او ديكريزنج، بس هون ثابت عندنا 2 اكسترا، يعني هون عندنا 2 هوريزونتال تانجنت هيك. وعاده بس يكونوا 2 اكسترا بيكون واحد منهم ماكسيموم وواحد منهم. اوكي؟ طيب هلا الاكس 1 ايكوال 1 جبنا الاف اف اوف 1 بتطلع 0. هذه طلعت لحالها بارتيكولار بوينت للانترسكشن للكيرف على الاكس اكسس. والاف اوف اي ماينس 2 حسبناها حطينا محل اكس اكسس. هون انتبهوا لان سكوير لاي ماينس 2 بس تعرف تحسبها هلا بجوز انت حسبتها دغري على الكالكوليتر بتكون عملت تقريبا 0.52. بس اذا بدي اياها اكزاكت فاليو انا مثل هون شو بعمل؟ لان سكوير اي ماينس 2 هي كانها لان اي تو ذا باور ماينس 2 كلها سكوير. صح؟ لان سكوير مش لان سكوير. طيب لان اي تو ذا باور ماينس 2 مره ثانيه مع الثلاثه كل شيء لان اي تو ذا باور اي هو اي، يعني هيدي ايكوال ماينس 2 كلها سكوير. اوكي ماينس 2 كلها سكوير هي قد ايه؟ 4 في برا اي ماينس 2 فصارت هي اكزاكت فاليو تاعتها 4 اي تو ذا باور ماينس 2 يلي هي على الكالكوليتر رح تطلع 0.2. ماشي؟ هيدا لكان الاكسترم الاول وهيدا الاكسترم الثاني. التيبل بناخذ نفس الساين تبع الاتش اوف اكس. اطرح ما هلا هي مفترض كنت احسن تكتب لي الناس كتبها انا. كنا مفترض هون اعمل تيبل نقول اف برايم اوف اكس اند اتش اوف اكس بليز هيدي هلا بلوها معلش او صوروها بلوها رجعوا هيدي لازم تكتبوها احسن. هاف سيم ساين بس ضيف ما عليكش عملت كثير افضل من ماشي؟ بس تلاقوا دائما اف برايم اوف اكس ان ترمز اوف اتش اوف اكس بتكون يا اما بيكون عنده سيم ساين يا اما بيكون عنده ديفرنت ساين، يمكن شو مره تطلع مثلا اف برايم ايكوال ماينس اتش اوف اكس يقلب الساين ساين، فهمت كيف؟ بكره شو مره تضرب على بحكي عنه. المهم انه الساين بصير ديبيندز اون اتش اوف اكس، هي هي هيدا الجبل كثير مهم انتبه. وبنتقل ساعتها دغري لوين؟ على التيبل. ماشي؟ على التيبل ببين عندكم التيبل كلكم لتحت يمكن بكعبه مش ببين الزيرو تحت كمان؟ ايه اوكي.
لكن هيدا التيبل بيشبه كثير التيبل اوف ساين 4، بس الفرق زدنا سطر للاف برايم اوف اكس بس، وزدنا سطر للاف اوف اكس. دومين هو 0 بس انفينيتي، 0 طبعا هون شيدد بالعاده. عندنا 2 اكس من اي تو ذا باور ماينس 2 1. اوعى حدا منكم يفكر يقلبهم، يعني يحط هون ال 1 وهون اي باور ماينس 2، خلص تخرب الدنيا كلها عندك. طبعا بتحط فاليو اكبر انت قبل فاليو ثاني، وبالتالي بصير في لخبطه كثير. هون 0 0 طبعا هون بلس ماينس بلس اللي عاملينها قبل، وهول كلهم جايبينهم نحن. الليمت على الزيرو طلعت معنا 0. هلا جبنا الاف اوف اي ماينس 2 طلعت معنا 4 اي ماينس 2. اف اوف 1 هلا جبناها طلعت 0. والليمت على بلس انفينيتي طلعت معنا اول شيء بلس. فالكيرف شكله هيك طالع نازل طالع. في عندنا هوريزونتال تانجنت طالع على هوريزونتال تانجنت وراجع نازل على هوريزونتال تانجنت ثاني. شفتوا كيف يعني بس عم نحاول هيك نعمل تجربه بالشكل، وراجع طالع على بلس انفينيتي لفوق. لهون ممكن يكون يا طالع على بلس انفينيتي هيك فرد على الواي، يا طالع فرد على الاكس. هلا بنشوف هو بيساعدكم على فكره. هلا بنشوف طالع طالع سكشن لتصير الرسمي او بس انه شكل الكيرف هيك حيكون. اوكي يلا حننتقل للبارت اللي بعدها. بارت 2 هيدي كثير مفيدة كرمال الجراف. بارت 2 حسب ما بتذكر اذا حدا ما بتعرف بياكد لي السؤال كان find the intersection of the curve C and the line D. ما بعرف اذا انا سالتكم show that C and D intersect at two points كمان حددت؟ اظن هيك كان السؤال صح؟ استس حددت. شو وعطيتهم coordinates كمان؟ ايه abscissas e minus 1 و e. اوكي ركب كان السؤال. السؤال كان show that the curve C intersect the line D. انا حددت لاين هون y equal x. اوكي هلا حنرسمه لبعض شوي. السؤال كان show that the curve C intersect the line D at two points of abscissa e minus 1 and e. انا ساعدتك كثير هلا كان فيني ما ساعدك، بس انا ساعدتك ليه؟ كرمال اذا ما عرفت تعمل هول قصص صار لها كالكوليشن تعرف على القليل على الكيرف انه الكيرف واللاين بيلتقوا بهول التو بوينتس، كرمال تعرف تحطها على الجراف يعني على القليل تكسب عليها بالجراف هن حيكونوا وسيله مساعده لك. هتشوف هلا قد ايه رح يساعدوك من الجراف بتطلع الرسمه ان شاء الله واضحه كبرت وكذا. بس اول شيء بس تشوف انت كلمه انترسكشن لشغلتين اللي هن هون مسحبين مين ومين؟ كيرف سي واللاين صح؟ intersection يعني بدك تعمل solve the equation. يعني intersection بنترجمها دغري لايكوال. طيب equal between مين ومين؟ curve C يعني ال y C بدك تعمل solve ال y C equal line D يعني y D. فهمتوا؟ بس يكون مطلوب منك تجيب لي intersection ل two curve يعني بدك تعمل solve ل y لل curve الاول equal y لل curve الثاني. اتفقنا عليها ها؟ مين هو الواي للكيرف سي؟ هو الاف اوف اكس صح؟ والواي للدي انا شو اعطيتك اياه؟ ايكوال تو وات؟ ايكوال تو اكس. فمطلوب منك تعمل سولف لاف اوف اكس ايكوال تو وات؟ ايكوال اكس. هلا طبعا في تنطلق اوامر هون من اف اكس ايكوال اكس، بس انا عم ترجم لك اياها من الاول. فهمتوا؟ هي الانطلاقه، اذا ما عرفت تنطلق من هون ما راح تعرف تجيبها من الاول. لكن بس بدي انترسكشن لكيرف مع لاين بدنا نعمل سولف للاف اوف اكس تعيد الكيرف equal ال y تبع ال line اللي نسيبي هون equal what equal what. طيب ال f of x احنا عندنا اياها x times square x equal x. هون فينا نعمل simplify بال x لسبب انه ال x different from what؟ from zero. انتبهوا لو كانت ال x مش different from zero ما كان بحق لي اعمل simplify، كنت ساعتها بدي اجيب ال x لعندي واعمل factorize. فهمتوا؟ انتبهوا لها يعني كان طلعت x equal to zero كان طلعت لك solution. بس هون انا من الاساس الدومين تبعي شو هو؟ زيرو اوبن لوين؟ لبلس انفينيتي، وبالتالي الاكس اكيد ديفرنت فروم شو؟ فروم زيرو، وبالتالي صار فيني اعمل سمبليفاي هون هون بالاكس. فصارت هيدي الايكويشن لان سكوير اكس ايكوال تو وات؟ ايكوال تو هون تمام؟ هيدي الايكويشن نحن حلينا هي ذاتها بنمبر 1 بالكتاب هي ذاتها بارت اظن بارت 3 يا 3 يا 4
اوكي اذا لان سكوير اكس ايكوال 1 يعني هون كانه عندي شكل لان اكس كلها سكوير ايكوال 1 هون بنرجع لصف الثاني من التاسع اذا عندي سكوير ايكوال 1 يعني لان اكس ايكوال يا 1 يا ماينس 1 هي راديكال يعني هي المفروض تعطيك لان اكس ايكوال بلس راديكال 1 اللي هي مساق كمان 1 او بتكون ايكوال تو شو؟ اور ايكوال ماينس طب بتعرفون ولا لا؟ تنتقلوا من السكوير للفاليو معناتها بلس او ماينس او فيك تعمل شغله ثانيه كان فيك تجيب ال1 اللي عندك لهون كان طلع شكلها لان سكوير اكس ماينس 1 ايكوال تو وات؟ زيرو وكان فيك تعملها يا على الكالكوليتر يا كان فيك تعمل فاكتورايز اي سكوير ماينس بي سكوير المهم اخر شيء حيطلع عندك وحده لان اكس ايكوال 1 ولان اكس ايكوال تو وات؟ ماينس 1 هلا صارت سهله شو يعني لان اكس ايكوال 1 يعني اكس ايكوال اي تو ذا باور 1 اللي هي اي والثاني لان اكس ايكوال ماينس 1 بتعطينا اكس ايكوال اي تو ذا باور فهمنا؟ يس نايس طيب كيف بدي اجيب الواي هلا؟ الواي لتجيبوها يا بتعوضوها بالفانكشن يا بتعوضوها بالواي لان هن ايكوال لبعض صح؟ اي اهيانكم هون بتعوضوها بالواي للاين ولا بالفانكشن؟ لاين فاين الواي ايكوال اكس انا عندي هون واي ايكوال تو وات واي ايكوال تو اكس فدغري يعني كل بوينت الواي لها هي زد يعني فور اكس ايكوال اي بتطلع الواي ايكوال اي فور اكس ايكوال اي ماينس 1 بتطلع كمان الواي ايكوال شو؟ اي ماينس 1 فيك تعوضها بالفانكشن ما في مشكله يعني طلعت معك الاف اوف اي ايكوال اي والاف اوف اي ماينس 1 ايكوال ماينس 1 المهم هلا بالنتيجه شو طلعت الانترسكشن؟ الكيرف واللاين بيلتقوا ب تو بوينتس اي اند بي انا سميته الاي اند بي بظن صح؟ الاي الكوردينيتس لها اي ماينس 1 اي ماينس 1 هيدي اول بوينت طبعا حطها على الكيرف هلا والبوينت الثاني اللي هي سميناها اي اي واضحين هول التو بوينتس قبل ما نروح على الكيرف؟ يس كثير لانه هلا الكيرف في عندي كذا شغله بدنا طيب يلا امحي بس هون بدي احاول هلا استفيد من التيبل لانزل في مشكله بدي التيبل يضل خط هون نفهم طيب ليكو خلينا نتذكر التيبل انا وياكم شايفين التيبل اللي بعده صح؟ تيبل الكيرف طالعه من 0 0 لعند اول اكسيموم وراجعه نازله لعند ال 1 0 وراجعه طالعه بلس اوكي؟ طيب خلينا ننزل هلا نرجع للتيبل هون ما عندنا المينيموم هو زيرو ففيني اخذ قد بدي من تحت يعني تحت ما راح استفيد منه هون ما نتذكر اليونت هي 2 سنتيمتر اوكي طيب هلا عندنا هون واي وعندنا هون اكس وعندنا هون رو في شغلة تانية هو طالب منكم ترسموا اللاين دي كمان هيدا مع الكيرف اللاين دي رسمته سهل كتير شو بتاخذوا بارتيكولار بوينتس كل شيء واي ايكوال اكس يعني بتاخذ 0 0 مثلا 1 1 هون مليون تركب رح تصير مش هي ال 1 هي رح تكون ال 1 فهمنا؟ اليونت بس مو 2 سنتيمتر يعني كل 2 سنتيمتر المقصود فيهم 1 يونت المقصود فيهم فهمنا؟ هن معتبرين الكارو 1 سنتيمتر دائما بيعتبروه هيك يعني كانك عم تشتغل على جراف بيبر مش على الدفتر طبعا انت على الدفتر طبعا الكارو منه 1 سنتيمتر بس هو بيعتبر انت كانه الكارو 1 سنتيمتر فكل اثنين كارو هن 1 يونت كان مقصود فهيدا هون ال 1 يعني البوينت 1 1 هي استاذ بس سؤال نعم هو قبل ما نرسم سي ودي طلبوا نطلع انفلكشن بوينت و نطلع تانجنت كمان ايه استاذ بعد في بارت 3 تانجنت بس مش حلو ده انا تانجنت من الانفلكشن بوينت سوري سوري يا الله ما حلو لها هذيك السنه لانه في انفلكشن بوينت كانت مش حلو لها يا ريتكم مذكرين فيها طيب هي فكره انه بقطع من الانفلكشن بوينت وتجيب التانجنت هلا مش مشكله يعني بتجيب الايكويشن بس الانفلكشن بوينت عرفت تجيبوها؟ ايه ارجع لها صراحه مش حلوه بترجع حلها بعدين وبعدكم اياها اوكي
لانه هذيك السنه انا مش حددها هون السؤال، انا انتبهت انه المفروض ما في بار 2 4. انا طالب انفكشن بوينت، برهنه اول شيء انه عندنا انفكشن بوينت، وبعدين بدنا نجيب الايكويشن لتنشف عليها، صح؟ صح يس. هلا الانفكشن بوينت مش صعب، بتعملوا سكند ديريفيتيف بتعملوا صوره زيرو بتبين معكم، صح؟ بتطلع بتظن اي تو ذا باور ماينس هاف تبع ما بعرف صرتوا على الدسمة ما بعرف. المهم انه بتنجاب يعني ما لنا صعب. والتنجن هي الفكرة انه بتختاروا، هلا انتم ك ال اس مش مطلوبة منكم التنجن، ما بتعرفوا ك جي اس انتم مطلوبين منكم بس. ماشي؟ يعني برجع بحلها للجي اس. بس كان فراكشن بوينت هي ولا شيء، بس بتعملوا بتجيبوا السكند ديريفيتيف بتعملوا لها صور. اتفقنا؟ اوكي. هذا اللاين انتم كيف رسمناه؟ ما بده تيلر بيمرق دائما ب 0 0 1 1 2 2 اتسيتيرا، مرات انا ب 0 0 ب 1 1. اوكي؟ هلا شو عندنا بارتيكولر بوينت؟ ما عندنا اسمبتوت. عندنا الكيرف منطلق من هاي من 0 0 هون، انا حط لها بالراين صغير. سيرفر، صح؟ هذا موضوع اتفقنا عليه لانه منا ديفاين كانت على على 0 0. الاكستريموم اللي طلعوا عندنا شو عندنا؟ e to the power minus 2 4e to the power minus 2. اللي هن طلعوا معنا 0.13 والثاني 0.52. شيك هيدا اول اكسم 0.13 يعني هون اذا بدكم هيدا 0.5 تقريبا على الربع هون هيدا الاي تو ذا باور ماينس 0.54 فوق النص شوي يعني هون هيدا اول اكسم بينو وين؟ هذا الاكستروم ثاني اكستروم كان 1 0 ال1 اللي انا حاطه هون اصلا هيدا كمان انا عامل له هوريزونتال اوكي هلا التقى الكيرف مع اللاين بهول تو بوينتس A E minus 1 E minus 1 اللي هي 0.36 اللي اخذناها 0.36 يعني قبل النص بشوي شايفين هون النص هي 0.5 قبله بشوي يعني بعد الاي ماينس 2 هون تطلعوا على اللاين ان شاء الله تكونوا عم تركزوا هيدا هو البوينت اي يعني هو جاي بعد الاكستروم الاول على اللاين شايفين وين هو هيدا الابسس تبعيته اي تو باور ماينس 2 ثاني هو اي 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 هي 2.7 اذا هيدي 1 هيدي هون 2 هيدي هون 3 يعني الاي اي هون الاوردينيت لها كمان على اللاين نفسه بتطلع فوق هيك هذا هو البوينت جوا هي البوينت اي بي موجودين على اللاين بدك تاخذ بس على اساسها تعيد انت شو صاير هون راح احطها هيك فرجيكم عليها هي الايمج بس انا ما عادش كثير وقت عشان ما يقطع الزوم اوكي هذا الاي ان شاء الله يكون مبين الكيرف طالع من الزيرو زيرو حبلش ارسم ها طالع من هون على على الاكس رجع نازل مرورا بالاي على المينيموم 1 0 مش الحال اول جزء ورجع طالع على بلس انفينيتي واجباري مارق بالاي هون فينا لدي هون مبين الدايركشن طالع فرد على مين على الواي لانه مارق بالبي بي بعيد شوي فيك انت تاخذ بارتيكولار بوينت بس كات جي اس بدكم تجيبوا كنتوا الليمت للاف اوف اكس اوفر اكس اللي حتطلع بلس انفينيتي وبالتالي تستنتج انه عندنا فرد العرض اكس انتوا هذا الكيرف لقيتوا هيدي الاي مبين اي اللي هون اوكي طالع على الماكسيموم وراجع نازل وراجع اوكي بليز بدي تصوروها ايه مثل ما صورتيها صح خلص الوقت بس كمان ما يقطش الصوت حاولوا ارجعوا نقلوها لحالكم على رواق واذا في شيء تسالوني عنه اوكي اوكي اني كويستشن يعطيك العافيه لا استجعتك العافيه فينا نقول لكم هلا هاف ا نايس فاكيشن ونشوفكم بعد العطله نعطيكم هيك شوي كم سؤال من هون ما راح كثر لكم كمان استنوا شوي من العطله عشان ما تقولوا تركونا بالدرس اوكي بس كمان ما تشتغلوا شيء كمان مره شيء شيء.
يلا نشوفكم إن شاء الله الاثنين بعد أسهل أشوفكم تاني ساعة. باي.